امي دخلت عليا للكوزينه لقاتني دايره سالامونجي هي لاسين وعطيه وجه المعن هما الجمهور وقالت نقول في السكيش ديالي هي ما نقول لكمش اشطره هي الفراش وطلع معاك كيضحكوا طباصوا كيصفقوا بعديتهم حتى تهرسوا اما واحد سيدي طاجين وكيدير كلشي خطرات وكيفيبري كيفيبري بالضحك ولكن عجبني فيهم واحد البراد داير يدو على فمو شاب عليا ضحك مع راسو المهم ما حيت من ديك لاسين حتى كانت الكوزينه كلها تشقلبات غير انا وامي والمعن درت فيهم حاله يا شوفوا اول مره في حياتي كنعرف امي مركبه الفم حتى داك النهار وبقوت الضحك طن بلاصتو اما واحد جدي عبد السلام جي عندي ضارب شوميز وسروال قندريسه الوقفه اللي وقف عليا على باب الكوزينه يا هو يطلقها يا جدي اش درتي وتقطعوا لي الفرانات بقاو الضحك والفرانه ما بقاش عدو والحصول سكت رساله والجمهور تمتع ليا مع راسو وغير لما بغيتوش تعزوني وتعاونوا معايا ندير لاباس ونركب لامي غير فوم جديد هالعار